اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم 20 لاعبا في قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله. اخيرا يعني عايز اقول لحضراتكم برضو قبل ما اقول ال 20 اسم ان اجاي خارج قائمه نادي مباراه النادي الاهلي غدا امام نادي امبي. التشخيص المبدئي اجهاد بسيط جدا في العضله الضمه، وبالتالي اثر او اصر مستر مارتن لاسارتي على الاحتفاظ باجاييه خارج القائمه في مباراه غدا ان شاء الله، ولكن ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه، هيبان بكره بقى او بعده بالكثير مدى الاصابه. قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله شريف اكرامي، محمد الشناوي واحمد طارق في حراسه المرمى، محمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وعمرو السوليه، حسام عاشور وصالح جمعه ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد ازارو ومروان محسن. اعتقد يا كابتن ماهر يعني